سواء انت ابغى فان جيم جروب لا تنسى لايك شير سبسكرايب وتفتح الوصف بشكل سريع. ما قبل مباراة اليوم عندنا كرواتيا والبرازيل بعد شوي راح تبدي الساعة 10 الارجنتين ما راح اسوي فيديو توقع الاربع مباريات الربع النهائي راح اسوي يعني اليوم فيديو توقع المباراتين باكر فيديو توقع المباراتين اللي هما فرنسا وانجلترا والبرتغال والمغرب. بالنسبه لمباراه اليوم يعني نزلت تشكيله البرتغال نزلت تشكيله كرواتيا والبرازيل بصراحه اظن يعني كرواتيا راح تلعب كره جميله راح تستحوذ راح تلعب باصات منطقيه راح يحاولون ولكن اظن يعني البرازيل كفتها اكثر وانا ارشح البرازيل للفوز تدفع على كرواتيا تفوز اوقات اضافيه والاياب بس يعني رشح البرازيل خبره مدرب من اللاعبين الاسماء عندهم جوده لاعبين راح تبني الفوز والتاهل. بالنسبه لي مباراه الارجنتين وهولندا انا بصراحه ودي اتوقع بس ودي اسوي فيديو خاص كامل حد كذي قوي كيف قبل المباراه قبل المباراة. ما ادري الحين اعطيكم توقعاتي والفيديو هذاك راح يكون حده قوي لا نزل يمكن الساعه 9 ونص اوكي ما ادري انا احس خلوها فيديو ثاني ايه خلوها فيديو ثاني وانت راح تشوفه وبس اتمنى لكم طول اليوم لا تنسوا لايك سبسكرايب انستغرام تيك توك تواصلوا اوعدكم يا جماعه راح يكون في فيديو ثاني عن مباراه الارجنتين وهولندا اتركوا بيان الحين بقيت اشوفكم يا جماعه اوكي ان شاء الله في بلوجات قادمه بس خلونا نعرف جديد اوكي راح ارجع انا يوم الاثنين فبس مع السلامه.